تطور مفاجئ في سعر الدولار وأرقام هامة من البنك المركزي وانخفاض 15% في أسعار الأجهزة الكهربائية. أهلا بكم في حصاد الأربعاء الإخباري. البداية من القطاع المصرفي وسعر الدولار اللي واصل تراجعه في البنوك العاملة بالسوق المحلية النهاردة الأربعاء ليكسر حاجز 47 جنيه بعدد كبير من البنوك. سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 46 جنيه 99 قرش للشراء و47 جنيه 9 قروش للبيع، وسجل 46 جنيه 90 قرش للشراء و47 جنيه للبيع ببنكي سعيب وميد بنك، وبلغ سعر الدولار 46 جنيه 95 قرش للشراء و47 جنيه 5 قروش للبيع ببنوك الإمارات دبي الوطني والمصرف المتحد والعقاري المصري وفيصل الإسلامي وتجاري الدولي وقناة السويس وبنك البركة. وقال وزير المالية أمس أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليار دولار، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة ب 7.4 مليار يورو بتعزز مسار الاستقرار الاقتصادي اللي بدأ ينعكس إيجابياً في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري. ونروح للبنك المركزي اللي كشف ان ودائع العملاء بالبنوك الخمسة الكبرى وصلت ل 6.935 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، كما ان البنوك الخمسة تستحوذ على نسبة 68.4% من ودائع القطاع المصرفي البالغة 10.137 تريليون جنيه. وأضاف البنك المركزي في تقرير قائمة المركز المالي والدخل أن رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبرى سجلت 211.416 مليار جنيه وبتستحوذ على نسبة 51.5% من رؤوس أموال القطاع المصرفي البالغة 410.877 مليار جنيه بنهاية عام 2023. وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي عن تحقيق البنوك الخمسة الكبرى بالسوق المصرية صافي ربح قدره 173.557 مليار جنيه خلال عام 2023. البنوك الخمسة استحوذت على نسبة 61.2% من إجمالي صافي أرباح القطاع. ومن المركزي نروح لسوق الأجهزة الكهربائية، فكشف شريف صلاح النائب الأول لشعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الأجهزة لم تشهد نزولا فعليا حتى الآن، وذلك تراجع مجرد خصومات لا تتعدى 5% من الشركات. وأضاف شريف صلاح في تصريحات صحفية أن الأسواق بتشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى توافر كافة البضائع والمنتجات داخل المحلات التجارية وسط قلة الطلب عليها. وتوقع النائب الأول لشعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 15% عقب إجراءات المركزي. واخر خبر معانا عن اطلاق مجموعه مواني دبي العالميه دي بي وورلد، شبكه عالميه للشحن بتضم اكتر من 100 مكتب جديد لشحن البضائع على مستوى العالم من ضمنها 5 مكاتب في مصر، موضحه انه تم توفير 1000 فرصه عمل بهذه المكاتب. وذكرت انه تم افتتاح 5 مكاتب للشحن في القاهره واسكندريه ومطار القاهره والسخنه وبني سويف، وبتخطط لافتتاح المزيد من المكاتب في الاشهر اللي جايه. واوضحت المجموعه ان مكتب ميامي يعد احدث مكتب تم افتتاحه، حيث تتجه لبناء شبكتها المتكاملة من أصول المواني ذات القيمة العالية والخبرات المتخصصة في المواني وتسيير الشاحنات والشحن الجوي والبحري والخدمات الجمركية والمستودعات اللي بتضم 430 وحدة في 86 دولة. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.